خسارة. كنا عندنا كان عندنا واحد الأمل كبير، ولكن المطالب بالحق المدني جعلوها تفقد الجدية ديالها. أستاذ، المطالب بالحق المدني كيطلب من النيابة العامة متابعة الدفاع ب 20، شنو رأيك؟ بغيت أنا على كل حال أنا متابع، أنا النهار الأربعاء نهار الثلاث نهار الثلاث غادي نجي من هنا، ونهار الأربعاء غادي نمشي للرباط، أنني أنا متابع. فا ودا بغيو يزيدوني متابعة أخرى غتكون هي الثالثة ولا الرابعة، ما بقيتش كنحسبهم، عندي زين ناقص. فهمتي التضخم هو تفكير الحاجة، حاجة ملي كيوقع فيها التضخم ما كتبقاش عندها قيمة. ملي كانت كان متابعة وحدة كان يمكن لينا نقولوا كاينة واحد دابا واحدة في الدار البيضاء، واحدة في الرباط، واحدة كتقولوا لي اليوم هذا كرو كيطالب بها، واحدة عند النقيب ديال الدار البيضاء، جوج عند الغرفة المهنية ديال الرباط. ما راه التضخم والحاجة ملي كتكثر كتصير بالانجليزي كيقولوا less is more، القلة هي اللي كتعطي القيمة، هي اللي كتعطي الزيادة. ملي واحد السيد كتسيب له 20 ملف ديال المتابعة، المتابعة ما كيبقى عندها ما كيبقاش عندها قيمة. اللي هو من كوريا او من استراليا او من اوكرانيا من كل شيء فهم في الحريه، لان ما كيدويش العربيه. على كل حال اذا كانت الحريه دابا صحت في اللغه او الجنسيه، انا كنت كنظن بان الامم المتحده كتتكلم على قيم كونيه تهم الكره الارضيه والانسانيه برمتها، حقوق الانسان مرتبطه بالانسانيه. ما كنتش كنعرف بانها مرتبطه باللغه او بالدين او بالعقيده او بالجنسيه. هذه امور استاذ فراضي ما عقب كثير على اللجنه دي ما لا ما عقبش، تكلم في اللجنه ماشي عقب، بزاف هذا يعقب. هذوك الخبراء كيعرفوا واش كيقولوا، وكل كلمه عندهم تما كموزونه مزيان. تدوي في الناس شيء تعقب على واحد المبدا بالقول بان انت ما كتعرفش العربيه، لان ما كنعرفش العربيه ما يمكنش نشعر بالتعسف وبالحريه. واش مرتبطه باللغه دابا؟ مرتبطه بالشعر؟ واش مرتبطه بالحريره ولا بالسكسو ديال نهار الجمعه؟ خليونا نعطيكم الخير، شويه ديال الجديه. هذه المحاكمه بدات مع الاسف خساره.